أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وبرنامج من 6 ل 9. معايا دلوقتي حقيقة شخصية إعلامية مثقفة. أنا ما بتكلمش على الإعلام الرياضي اللي بعض منه طبعا الشركة الراعية اشتريته، أنا بتكلم على الإعلام الرياضي الهادف. شخصية إعلامية مثقفة حصلت على درجة الدكتوراه في الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وموضوع الرسالة كان العوامل البيئية المؤثرة على الأداء المهني في مجال الإعلام الاقتصادي. معايا الدكتور مدحت رشدي الناقد الرياضي بجريدة الأخبار. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا كابتن أسامة وبكل المشاهدين الكرام، وبشكرك على هذه التقدمة يعني الطيبة التي تعودناها من نجم كبير وخلوق مثل حضرتك. لأن طبعا في فرق لما بيبقى نجم بس ويبقى خلوق بس، وبين بيجمع بين ما بين الاثنين. لا انت تستحق حقيقة. انا اللي انا بقوله واقع. احنا بشكرك على هذه يعني المعلومات يعني بصدق يعني بشكرك جدا، وبيشرفنا ان انا بيتم تهنئتي على درجة اخرى علمية واللي هي كانت اول امبارح، لان كان في درجات قبل كده بفضل الله يعني، وخاصة وانا في التلفزيون المصري العريق. اهلا جدا جدا يا كابتن اسامة. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. وارجو ان اسهاماتك تساعد في تحسين صورة الاعلام الرياضي المصري في مصر ان شاء الله. باكد لسيادتك ان الاعلام الرياضي يا فندم الرياضي في مصر بكل خير. بكل خير ما يعني الحمد لله. يعني طبعا اي مجال فيه وفيه يعني، خاصة واحنا في هذه الحرب الضخمة اللي بتعيشها مصر. لاني لما بيتم حضرتك كابتن أسامة مهاجمة مصر أو تشويه سمعتها من بعض الناس اللي هي أو التأثير على اقتصادها أو رياضتها، فبيبقى من قلة عادي يعني زي أي دولة. لكن الحمد لله مصر قائمة، مصر قوية، المجالات المختلفة فيها مجالات عظيمة ومحترمة جدا. يعني مش عايزين نلصق أي تهمة بقلة صغيرة، ربنا يهديهم. عرف لي الإعلام الاقتصادي تعريف إيه هو؟ الإعلام الاقتصادي طبعا أنا مش عايز أخوض في لا أمور. يعني ندي بس فكرة للمشاهد لأن أنا ذكرت درجة الدكتوراه فهمني تعريفات مهمة. الإعلام الاقتصادي أو الخبر الاقتصادي بما يعني بما فيه هذا الأمر يعني، هو أي معلومة يتم نشرها عن الاقتصاد بصفة عامة. طبعا أنا بقول مفهوم من عندي أنا، مفهوم إجرائي بغض النظر عن اللي في الرسالة، لأن في الرسالة بيبقى حاجات موثقة وليها تعريفات كثيرة جدا. فأنا بجملها من خلال مفهوم الرسالة اللي هي أي المعلومة التي تمس الاقتصاد وتشير فيه إلى حالة الاقتصاد وتشير فيه إلى الوضع الاقتصادي في هذا الوطن اللي هو بيتم فيه هذه الرسالة. إذا كانت هذه المعلومة بيتم بثها عن طريق الإذاعة أو التلفزيون أو عرضها عن طريق وسائل الإعلام، إذا كانت صحف أو أي مواقع أخرى. طيب لما نتكلم على الاقتصاد الرياضي، لأن ده أكيد طبعاً اهتماماتك، ونخص بيها كرة القدم، وهنيجي لمرحلة البث الفضائي والعوائد المادية، ما هو ده اقتصاد طبعاً المفروض هتعود على الأندية، وتشعر أن هناك فتاة بتاخده الأندية الرياضية من خلال استخدام الاقتصاد الإعلامي الرياضي. بص يا كابتن أسامة، أحب أقول لك معلومة مهمة جدا أو الناس عارفاها، كل المشاهدين الكرام أصبحوا ناس رائعين وقد يكونوا مثقفين أكثر من عدد كبير من الناس اللي هم شغالين في حقل الإعلام، اللي أصبحوا مجرد موظفين لشركة لمسؤول لأي حاجة للأسف الشديد يعني. فأنا بحب أقول لسيادتك أن الاقتصاد هذه الرسالة بصفة عامة بتضم كل شيء يتعلق بأوجه الحياة على مستوى مصر بالكامل، لأن هي بالتطبيق كانت على الحالة الخاصة بالاقتصاد المصري بصفة عامة. يعني على سبيل المثال الاقتصاد بيمس حياتنا في كل المناحي، هو أكل العيش الخاص بالرجل البسيط،
هو القوت اليومي لأي أمة فاضلة بتكافح وبتسند زوجها في الحقل. هو في نفس التوقيت صورة معبرة خطيرة جدا عن خطيرة إيجابيا طبعا عن حالة الرياضة المصرية، لأن الرياضة المصرية في حد ذاتها اقتصاد. خلينا ندخل معاك على طول في كرة القدم، مع احترامي الشديد جدا لكل الرياضات، بس طبعا. علشان وقت عليك عشان استفيد بدماغك يعني. يشرفني. تاخد بقى استفيد بدماغك يعني. اقتصاد كرة القدم وكرة القدم والبث الفضائي والعوائد المادية، وايه وجهة نظرك؟ بص يا كابتن وسام، الرياضة المصرية وقطاع الشباب والرياضة بالذات قطاع خطير جدا جدا، بيخدم ما بين بصفة عامة كقطاع شباب من سن 13 سنة إلى 38 سنة ما يقرب من ما بين 55 مليون نسمة إلى 60 مليون نسمة، ده حسب الإحصائيات الرسمية. دول بينتشروا في بعد 38 سنة ما بيخدمش لا لا، أنا بتكلم على أنا بقول الإحصائيات ده دول بس لوحدهم، فما بالك بقى ال 94 مليون اللي احنا وصلنا لهم. تعرف ان احنا بنتكلم على، تعرف ان غاندي الزعيم الروحي الهندي قال مره مقوله في غايه الاهميه، قال اهملت الرياضه في شبابي فاهملتني في شيخوختي. عارف ليه يا كابتن؟ لان حسب الاحصائيات العالميه كمان ان لما بصرف دولار واحد على الرياضه وممارستها بوفر 3 دولار على الصحه والمستشفيات والعلاج والامراض. معلومه جميله. وده احصائيات الامم المتحده ليست احصائيات مدحت رشدي. طيب نرجع لهذه الجزئيه المهمه. فالرياضه وقطاع الشباب والرياضه اللي هو بيضم هذه النسبه الكبيره اللي هي قوه الشعب المصري القوي، وفي نفس التوقيت في عندك تحت ال 13 سنه وفوق ال 38 سنه بقت ال 94 او 93 مليون اللي احنا وصلنا لهم في الفتره الاخيره. طيب كل دول حضرتك ال 94 كلهم بالاضافه لدول منتشرين فين؟ بدون ما نبص ورا، لان الموضوع ده انا بحبه جدا، منتشرين في 4200 مركز شباب. دي مراكز الشباب المعتمده يعني. لا ما هو هي كل مركز الشباب المعترف بها رسميا. لان قبل الاحصائيات دي كانت هي تحت سلطه الدوله يعني. ايوه طبعا، ما فيش مراكز شباب في حته اخرى غير ملاعب الخاصه والاكاديميات الخاصه. خاصه في الملاعب وفي الانديه طبعًا. الخاصه وي بالاضافه الى 1280 نادي. الملاعب اللي احنا بنشوفها كده عشوائيه في 1280 نادي عندك كمان منتشرين فين؟ عدد يعني منهم ما يقرب من 18 مليون نسمه. ده قطاع الرياضه في القطاع الخاص بوزاره التعليم التربيه والتعليم، في 2.5 مليون نسمة آخرين دول هم طلاب الجامعات المصرية اللي هم ما بين جامعات خاصة وجامعات حكومية ومعاهد عليا، دول حضرتك حوالي 40 أو 42 كمان وبيزيدوا كل شوية. طيب كل هذا الكادر الضخم جدا زاد، أنت عندك بالضبط ما يقرب من اتحادات أولمبية وغير أولمبية يتخطى ال 40. طيب عايز تقول لي سيادتك معظم الناس اللي هي جاية تقول لك أنا متطوعة وتسيء استخدام السلطه دي متطوعه؟ لا، اللي بتكسب من ورا دي حاجتين. الشيء الاول الوجاهه، وجاهه طبعا اجتماعية. في ناس وجاهه اجتماعيه يعني فيها ناس عندها خلاص ما فيش نقاش. الكلام بيتكلم على الجانب السلبي الاخر. ناس عايزه تكسب وجاهه ومخها فاضي واقل ما توصف بينها غير وطنيه. لان الوطني يحترم بلاده، يعني ما بقولش على حد معين، يحترم قوانين بلاده. قالها سيادة اللواء سيادة المستشار الجليل العظيم سيادة المستشار سامر أبو الخير، قال لك من لا يحترم قوانين بلاده لا يستحق أن يرأس اتحاد من الاتحادات الخاصة بالبلد. بس ده كلام سليم. هنقول إيه؟ مظبوط. فده جزئية مهمة جدا. ففي أنت عندك مدن يعني عندك على مستوى الجامعات وعلى مستوى قطاع الشباب والرياضة بصفة عامة والأندية والمركز الشباب، في عندك الملاعب والمنشآت دي تمثل دولة خليجية كبيرة في عددها، تمثل كمان اقتصاد قومي بالمليارات يا كابتن أسامة. ده انت عندك كل اتحاد من الاتحادات دي بس فقط لا غير، في 6 مسابقات وفي 3-4 منتخبات،
في حاجات كثيرة، المنتخب الأول الثاني يعني هنقدر نوصل لأن ده ليه تأثير اجتماعي طبعاً، تأثير قوي جدا على المجتمع. أنت فندم، فده حاجة، عدم وجود عدالة في توزيع في تطبيق القانون، وعدم وجود عدالة في توزيع ميزانية الدولة. أنت عندك مركز الشباب اللي في القرية، أنت عندك 27 محافظة، في القرية بياخد 4000 جنيه بس في السنة، اللي في المدينة بياخد 8000 جنيه في المتوسط، وانت بتديري أندية كبيرة مش محتاجة وانا مش بعرف ادخلها كمواطن عادي، لكن اعرف ادخل مركز الشباب بتاع بلدي، بتديله 41 مليون وتديله مش عارف 200 مليون عشان الشقات، وبعد كده في الاخر خالص يا سيادة الوزير بعد ما بتدي كل ده من الصندوق الخاص اللي تحت ايديك من ساعة أسامة ياسين وبقي تحت ايديك دلوقتي، تقول لي خلاص مش هدي لأي اتحاد ومش بعد ايه، ما انت اديت لهم خلاص، انت مسؤول. قصدك على صندوق التمويل الاهلي؟ ايوه. ده ميزانيته 100 مليون جنيه على فكره. لا ولا زاد؟ لا اكتر طبعا حاليا اكتر. لا 100 مليون ايه ده سيادتك، ده معلوماتي ممكن انا قد يكون بالمليارات. لا ده موضوع خطير، موضوع خطير طبعا. فلازم هنا الدوله تنتبه، وبعد كده ما دام ما فيش عداله في هذا الامر وتقول للشعب ناقم ليه، او عدد كبير من الشباب ناقم ليه على او زعلان ليه من الدوله، ما علشان كده هذا بكل بساطة. غير كده وكمان بتسألني بتقولي الإرهاب والتطرف والانحراف والناس هجرة مركز الشباب والأندية ليه يا يعني كابتن أسامة؟ ده انت عندك استاد عظيم زي استاد طنطا ما بياخدش حاجة، وسندين الحيطان بتاعته او الأسوار بتاعته عشان بتاعش على الناس الغلابة اللي جوه ولا اللي بره بصور، بقصد بعمود نور، اصلا وقع بعامل وهو بيصلح عشان البنيه التحتيه بايظه بتاعته. وانت مش راضي تبص له يا سياده الوزير. يا سياده الوزير ده بيدي لك في السنه اكتر من ربع مليون جنيه ليك كوزاره وانت ما بتدروش حاجه. لان عنده حمامات سباحه كبيره، وحمامات السباحه اللي هناك الكبيره اللي هناك في ياما ناس اتحطم مستقبلها فيها في طنطا. انت انا بقول على نادي طنطا؟ لا استاد طنطا مش نادي طنطا. ده في ستات اولياء امور بتمشي مثلا على سبيل المثال بتبقى فرحانه بابنها وهو بيتعلم السباحه في الاستاد ده او في حمام السباحه، وبتقع بتتزحلق بسبب عدم المواصفات. الى الان لم يتم تسليمه قانونا، رافضين يستلموه لانه في مخالفات خطيره بالملايين، رجلها بتتكسر ما بتروحش تاني. ما احنا اتكلمنا على مشكله حمامات السباحه وفجرنا القضيه دي قبل كده حقيقه، واحنا الحمد لله هنا في البرنامج فعلا نبحث عن القضايا اللي تهم المجتمع كشيء خدمي يعني، ودي احدى القضايا وكلمنا فيها غير يا فندم امراض الصدر اللي بسبب الملاعب اللي هي الترابيه اللي في الاستادات الكبيره. طبعا. وفي غير كمان انت تعرف ان معظم الاستادات والنجيل الصناعي ده لن تكتشف فيه امراضه دلوقتي، لا تكتشف فيه امراضه فيما بعد، لان معظمه غير صحي. الناس فرحانه ان هي بتلعب على السجاده، لا الموضوع اكبر من كده. ده في ولد صغير 14 سنه توفى وباثناء بتعمل له عمليه بسبب الملعب الخاص بمركز شباب مركز شباب المحله الكبرى، ولما رئيس مركز الشباب اتكلم بعتوا له لجنه بيعاقبوه من الوزاره هنا بيدوروه على مخالفات ومش لاقيه. يعني واضح يا دكتور ان الاتجاه دلوقتي البحث في مشاكل مسؤول عنها المشاكل مسؤول عنها وزارة الشباب والإعلام، لأن الإعلام لا يكثف الوضع في هذا الأمر. ده هل ده دور رقابي غائب عن المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة والإعلام الرياضي؟ طبعا الاثنين مشاركين في هذا الأمر، وخاصة لما أنت يا سيادة الوزير أنا بطالب أن يكون وزير الشباب والرياضة من الوزارة نفسها، ما يجليش من حتة تانية. انت يعني مع احترامي ليك وهو صديق، لا يصلح ان انا اجيب واحد او شخصية من بره وزارة الشباب والرياضة او من بره اي هيئة ومسكوا الهيئة دي، ما هو مش تبعها. لا اجيب واحد من اول السلم دخل فيه واديله دورات تانية هيبقى فاهم المشاكل كلها بتاعت كل الامور دي. يا كابتن أسامة انت تعرف اني ما يقرب من طبعا في الناس المحترمه جدا اللي ماسكه الوزراء قطاع الشباب والرياضه على مستوى مديريه الشباب والرياضه 27 دول حضرتك
فيهم ما يقرب بالضبط ما بين 300 شخصية بتدير هناك أو موجودة في الوزارة بصفة عامة، مديريات الشباب قصدك، واخدين لما بيعمل ماجستير أو دول ماجستير وفي حوالي 200 دكتوراه، لما حد فيهم بيعمل رسالة علمية بهذا الأمر بيعملها على المجتمع المحيط، على استاد مثلا، على قطاع الدلتا، على قطاع الصعيد، على جزء من البحر الأحمر في خط القناة، دول كل دول لم يتم الاستفادة منهم، بل العكس الوزارة بتهمشهم علشان الدرجة العلمية اللي واخدينها دي. يا جماعة هم واخدين الدرجة العلمية دي في تطوير المجتمع المحيط استفيدوا منهم، ولا عشان ده خد درجة أعلى منك وانت بترأسه وأقل منه؟ لا، الموضوع غلط كده طبعا. ما ينفعش. دكتور مدحت، وانت داخل على الاستوديو لاحظت انك كنت مشغول جدا وبتتكلم على التليفون ب يعني تركيز شديد جدا، وقلت لي والله ده انا بصدد معلومات في غايه الاهميه واحب اشاركها مع الساده المشاهدين. اول شيء يا فندم انا يشرفني صدقني ان انا اقول كلمه حق قدام ربنا، لان احنا في النهايه خالص مسوان التراب. فيش ادي بمعنى صح، فنقول كلمه حق ولا ما نقولش ونمشي في البر؟ لا هنقول، لا قول كلمه حق طبعا. لا ما اقصدش على حضرتك احنا. انا هسال حضرتك سؤال واسال الناس المحترمه اللي انا بشيد بيهم عندما يكون هناك عدد من الايجابيات، وبنتقدهم علشان نصلح الاوضاع، وحتى انتقادي بهدوء وباحترام شديد مع اجلالهم واحترامهم. السؤال هل حضراتكم، احنا طمعين انا والسياده في منصب في اتحاد ولا في وزاره، مش شغلنا وعمرنا ما هنفكر في كده. دي اولا نفسي. او انا اتكلم عن نفسي وانا بتكلم وانت كمان؟ لا انا بعيد خالص طبعا. طيب اذا لما احنا بننتقد بنشيد الاول وبعد كده بننتقد، وحتى انتقادنا يا جماعه ارجوكم تقبلوه بصدر رحب علشان بلدكم، احنا مش عايزين حاجه، احنا ما بنشتغلش. في حد بيزعل منك لما انت بتقول كلمه حق؟ كتير طبعا، وبيتم معاتبة. بس هل انت بتعامل الناس ولا بتعامل ضميرك؟ بعامل ضميري، حتى انا رد على الافاضل دول لما بيجمعني بيهم اللقاء في اي مكان بقول لهم كلمه بسيطه. انت شفت في الموضوع اللي نشر راي خاص بيا؟ ما بيعرفش يتكلم. طب معلومه غلط ما بيعرفش، تقول لهم زعلان ليه؟ طب انت دلوقتي يا دكتور نبهتيني لحاجه مهمه جدا، ان هناك شيئا ما طرح وانت واجهت فيه عاصفه من التساؤلات كثير جدا. قل لي المضمون. المضمون لما احنا يعني بنذكر حاجه على سبيل المثال، ان في مثلا بنكتب الانشطه العاديه الخاصه باتحاد الكره او المنتخبات الوطنيه او غيرها، وفي نفس التوقيت هل معقول كل ده يتكتب بشكل حلو وراقي بالصور عشان يبقى رسالة إعلامية طيبة للجمهور، ولما يبقى في قضية في نفس اليوم نتجاهلها؟ لا، في قضية مثلا يوم كذا بتناقش 8 استشكالات. طب ايه القضية اللي انت عايز تناقشها النهاردة؟ انا عايز اناقش حاجتين. الشيء الاول اني هقول حاجة مش من عندنا، هقول هنا حاجة بسيطة جدا. عندما نجح المهندس الفاضل الأستاذ هاني أبو ريدة في الانتخابات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قال إيه؟ دي تصريحات على لسان على يعني من خلال اتحاد الكرة من مواقع كثيرة جدا. بص، أبو ريدة يرفض الاحتفالات بفوزه بانتخابات الفيفا حرصا على مشاعر حازم صحر الهوى. ده يوم 11/5. حرصا على مشاعر حازم صحر الهوى. بالظبط. جميل. تاني شيء، ابو ريده يرفض احتفالات فوزه بمقر الفيفا مراعاه لحازم صحر الهوى. نفس اليوم بوابه سيبنا من الاسماء، ابو ريده يرفض احتفال بعد فوزه في انتخابات تنفيذ الفيفا. ابو ريده حازم وصاحب الهوالي وراء الغاء احتفالات فوز ابو ريده في انتخابات الفيفا. لانه مواقع دي ما انا لسه، ما انا بقول لك المواقع. لا ما انا خلاص المضمون اتعرف. بص يا فندم، في مواقع عادل فجر مع سحر وحازم الهواري. انا مش دعوه بالاسماء. من يكتب؟
ما هنا لا مش من يكتب التقييم هنا من الاخبار دي باعتها اتحاد الكوره نفسه الاتحاد هو اللي باعتها للناس والناس كتبتها والناس هي تنشر يعني ايوه ما انا بتجي لنا بس انا مش هقدر اقول لك بس انا ما اقولكش اتبعتت لنا لان انا ما نشرتش يعني دي من مصدر مسؤول في اتحاد الكوره بيبعت الاخبار دي حقهم الراجل كابتن اسامه اسماعيل حقه راجل محترم بيؤدي ما عليه بخير وجه هو مش صانع خبر كابتن اسامه طب هو ليه محلش يعني لا هو مش صانع خبر بص يا دكتور هو مهمته هنا مش ان على الاقل يعني انا بتكلم كاعلام هو حرفيا لازم يقول لهم الكلام ده غلط ليه دور يعني ليه دور الاعلامي ليه دور يا دكتور ماشي بس هو ما دام قبل كشف الحقيقه انت عندك مشكله في اتحاد كره القدم الكل بيتحدث عنها وهي يعني ان عندك مجلس منحل وما فيش حد سائل في حكم المحكمه طيب يا فندم بص يا فندم كل ده طبعا الراجل المحترم اخوه الكبير الكابتن اسامه اسماعيل كل ده يا اسامه اسماعيل يبقى ايه مركزه مدير داخل اداره داخل الاعلام داخل عشان الناس تبقى عارفه يعني حضرتك بتتكلم على مظبوط مدير اداره الاعلام في الجبلات اتحاد كره القدم هذا الصحفي الكبير في الهرم وهو يعني برضو عشان امشي ما انا عارف عشان ارفع عنك الحرج يعني احنا بنعرف لازم نعرف المشاهد اللي بيكتب الاخبار دي الاخبار دي طالعه من المركز الاعلامي في اتحاد الكوره صح والمسؤول عن المركز الاعلامي في اتحاد الكوره احد العاملين مش هو اللي بيكتبها ما انا فاهم بس خلينا عشان نوضح احد العاملين في جريده الاهرام الموقره اللي هي الجريده الرسميه بتاعه بلدنا اللي هي مسؤوله عن احدى الصحف الموجوده في والمسؤوله عن حمايه الدستور المصري بكل لوائحه وبكل كل الصحف اقوى ثلاث صحف في مصر الاهرام الاخبار والرقابه اللي هي السلطه الرابعه اللي انا اقصد وهو يعمل في نفس الوقت من كصحفي في جريده الاهرام في نفس الوقت بيعمل في اتحاد كرة القدم مسؤول اعلامي اكيد هل ده في تضارب اختصاصات؟ انا شايف ان في تضارب ان يعني لم يكن هو واخد تفرغ ما بيكتبش كذا لا ده موضوع هل لي مثلا عمود مثلا في الاهرام او اكيد في مساهمات اذا كان شغل عمود اخبار المهم يعني انت حضرتك شايف ان هناك تضارب في تضارب لو في انا طبعا ما اقدرش اقول له اشتغل هنا وتسيب هنا ماليش دعوه لا ما بتكلمش على كده بس احنا دكتور انت رجل مثقف وقيمه انا بتكلم مهنيا انا بجيب سؤال في الامتحان مهنيا الطلبة. انا بتكلم هل ده تضارب اختصاصات ولا هو تلميع لمصالح شخصيه لا لا لا, لا مش تلميع ولا حاجه هو بس ما في القصه اني انا لو قبلت مهمه اخرى فخلاص اسيب ولو اجازه في مكان اخر في المكان الاصلي انا اسف لا ده امر مفروغ منه حتى عملها مين اكثر من حد عمل هذه القضيه في اخبار اليوم في ناس كثيره لما بدات تشتغل في مكان اخر خدت تفرغ من الاخبار عندنا تمام ومع ذلك ممكن هو يكون واخد تفرغ انا مش معرفش الدواخل دي الخاصه بالشغل اللي عاملين عندهم طيب كل ده موجود يا فندم في اليوم السابع في كورابيا في الفجر في المصري اليوم في كثير جدا من المواقع ده انا بقول نموذج بسيط طيب انتوا لغيتوا الاحتفالات مرعاه اللي مشان فوعنا وراسنا طب احتفال امبارح اللي تكلف تقريبا ربع مليون جنيه ده مش احتفال ولا كان عزاء احتفال ايه كان في احد الفنادق الكبرى احتفال بفوز الباشمهندس هاني ابو ريده واكتساحه لمقعده في الاتحاد الدولي لكره القدم في احد الفنادق الكبرى وتم تقديم لي تورته ضخمه ودرع مش عارف اي جهه اديت له الدرع طب هل ده يعني هل هو ادى درع لنفسه هل ده خبر يستحق التعليق طبعا يعني طبعا ازاي يستحق طبعًا التعليق احنا سايبين ما بنحترمش احكام القانون والقضاء وبنعمل حفله لنفسنا طب يا اخي كمل على ال 250 الف دول اللي هم تقريبا يعني احنا ممكن يكون زياده او اقل والطرط والكلام ده كله كمل عليهم على سبيل المثال بقيت ال 2 مليون للحكام ومفترض تدي للحكام عليهم ممكن مثلا ممكن يقول لك والله مش انا اللي عاملها الشركه الراعيه او احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره او ما هو اللي في الصوره مين طيب احد اعضاء مجلس اتحاد الكوره اللي هو الكابتن سيف زاهر بس
ما هو واحد يا كابتن. لا يعني ما احنا كلنا نعلم ان اعضاء مجلس الاداره من يعمل فين ومن امكانياته الماديه ايه والكلام، يعني الكل يعلم هذا. بس ماشي. هي المنطق بيقول ايه؟ ان احنا قدام ظاهره احتفاليه انت بإيه؟ من وجهه نظرك الاعلاميه ان فيها اهدار للمال لان في غير موضعها. بص يا فندم انا اقول لك على حاجه، ليه حق يفرح واحنا اول ناس فرحنا له لما اكتسح، لان احنا سندناه كثيرا. نختلف معه في بعض الامور، لكن لازم لما يبقى مرشح مصر وهنا في المكان ده، لا معلش لازم مرشح مصر لازم كلنا نوقف لا نقاش مع مرشح مصر. انا اللي بقولها كده وحضرتك بتقولي وحضرتك قلت عندي الكلام ده بس يعني. ما انا اللي بقولها وانا حقيقه كنت مع اتجاه حضرتك بس بالكامل يعني. لازم نحترمه ولازم نقف جنبه ونساعده وندعمه، رغم ان احنا دعمنا ليه كان داخلي يعني لن يؤثر في الخارج. لا مفيش تأثير، مفترض التربطات او المؤامات اللي هي بتنجحه من بره مش من جوه. ده كلام سهل. طيب انت حضرتك يعني معترض على ايه بالظبط بالنسبه ل لا بالنسبة انا مش معترض على شيء، انا اللي انا عايز اقوله كلمه واحده بس. المواقف المتناقضه دي ليهم بتعبر عن دربكه في المشهد الرياضي في مصر بالكامل. لما انت دلوقتي تقول المشهد الرياضي الكروي ولا المشهد الرياضي الكروي بصفه عامه، وهل صدقني كثير من الناس على مستوى الوطن العربي بتكلم معاهم مشتاقين وهم مصريين، اذا كانوا في السعوديه او في الامارات او في المغرب، مشتاقين اللي بيحصل هنا. مش معقول اللي بيحصل هنا ده. كل شويه مشكله، كل شويه ازمه، مباراه يتم الغاها، مش عارف حدث غريب، عدم احترام القوانين المصريه. اول حاجه وجودهم ولا عدم وجود الناس. طب ده معناه ايه يا دكتور؟ يعني شوف حضرتك بتقول ان الناس مستاءة لما يحدث في كرة القدم، هل الرياضة في مصر ملهاش كبير؟ احنا يا فندم اول حاجة احب اقول لك احنا مش في مجتمع منغلق، احنا في قرية ضمن عالم، والعالم كله منفتح على بعض. فاللي بيحصل في القنوات احنا بنشوفه انا في مرة كنت في المغرب ففي حد بيسأل، معرفش ان انا مصر، كنت راح بعمل الشريحه بتاعت الموبايل عشان اعرف ابعت الشغل بالنت على اخبار اليوم. بالظبط. ففوجئت بامانه في المغرب. كنت في الرباط. الرباط جميل. فكنت جميل. حضرتك هناك ما يعرفوش ان انا مصري، فلقيتهم متشغل يعني في حاله شغف عايزين يشوفوا النيل الرياضه. ليه؟ في اعتقادهم ان هي بتذيع ماتش الاهلي و مش متذكر الفرقه الثانيه كان ايه ساعتها. الفرقه من شمال افريقيا. ثاني يوم هنلعب ماتش الزمالك والفتح الرباط المغرب. تمام. فاللي انا عايز اقوله لك احنا يا جماعه مكشوفين للكل، فلما احنا بنبقى متشافين لازم كلنا يا فندم نوري للاخرين المشهد الحلو، خاصه ان مصر عظيمه اولادها لازم يكونوا على نفس المستوى عظمه مصر. هذه كلها في القصه. فالتناقضات الضخمه دي لا عايزه واقفه، عايزه واقفه، لان بتعبر عن عدم وجود استراتيجيه للرياضه المصريه. لا برضه تعبر بتسميها عن بتسميها ايه يا دكتور؟ تسميها ايه؟ تخبط. يعني هل هي فوضى ولا تخبط ولا اهمال؟ هو تخبط اكثر منه اي شيء. طبعا التخبط ليه صور كثيره جدا، منها مشاكل، منها صوره بعد كده بتتصدر العالم ان احنا غير مستقرين رياضيا. برضو عدم يعني كل ده بيأثر على ان ما فيش جمهور، برضو بيزيد التنابلة. هو كده يا دكتور بتدخل في مرحلة تانية يقول لك احنا عايزين نوري الناس ان في استقرار، فلازم ايه الجماهير، ان فلازم الجماهير ترجع. مظبوط. انت وبشوف حضرتك دلوقتي بتقول ان احنا بنبعت رسالة للناس ان احنا عندنا فوضى رياضية غير مستقرين. غير مستقرين. طيب انا بستاذنك بس في كام حاجه جميله، لان فضل. انا كنت بسمع سيادتك انت واخويا العزيز كابتن راجح. اي وعلى فكره راجح لما بيتكلم في حاجات بيتم انتقاده بس كده، ومع ذلك انا بشيد بيقول له خليك. طب بيتم انتقاده ليه؟ الراجل بيقول كلمه حق، من حقه انه يعبر عن صوته. عايزين هم مين؟ ما انت ليه تعيش تحت مبدا ان هم عايزين وهم مش عايزين؟ انت بتعامل ضميرك. ده حاصل. ما انت دكتور، انت دكتوراه تمام، يعني مستوى ثقافي ما شاء الله عالي، وما فيش شك ان نجاحاتك جزء من شخصيتك الحمد لله، وجائزة النقابه لهذا العام. طيب يعني ما في هدف، فاحنا ما فيش حاجه بنقولها غلط. بالظبط، ما بتقولش حاجه غلط، انت بتقول راي حر، وهنا منبر للاراء الحره. بص يا كابتن وسام، طب نكمل على راجح، اتفضل. اخونا راجح
وانت وهو بتتكلموا مع بعض، فانا عجبني الحوار اللي دار بينكم. لكن في نقطه لما دخل معاكم الكابتن عمر جلال هريدي، ايوه، قال حاجتين مهمين جدا. كويس. الشيء الاول قال لحضرتك بالحرف الواحد، انت تعرف انا منين يا ولا ايه يا كابتن اسامه؟ انا صعيدي. يعني ايه صعيدي؟ انا صعيدي. وانا صعيدي. لا لا انا اقصد حاجه تاني خالص. يا كابتن عمر لو سمحت، هذا الكلام لا يليق لسبب بسيط، لان كل مواطن على ارض مصر له قيمه. طب هو يقصد ايه؟ انا مش لا زي يعني. بعض ما انا مش عارف انت قول له تقصد يعني انت بس. لا هو لان قبل كده هو معايا قال لي يا كابتن اسامه انا ليه، لان انا سالته مره سالته مره عشان اوضح الصوره. بيقولوا ان هم بيحاولوا يستقطبوك علشان تبقى مستشار للشركه الراعيه على اساس انك انت تترك القضيه. تمام. هو رد قال لي يا كابتن اسامه انا صعيدي مش موجود. قال لي انا يعني انا ده زي بعض ضد كرامتي ضد كبريائي. كل تفهم انا كل مواطن مصري في اي في مكان في محافظه ماشي يا اخي. هو معتز ب زي بعض لازم معتز بهويته. انا لازم زي بعض احترم الوقت. تاني شيء بيقول لك ايه؟ ايوه اللي احنا عملناه ده حضرتك يعني وقت قياسي في 6 شهور. انت عارف انا محامي بروفيشنال. لا يا كابتن لا تلصق هذا الامر او لا تسند هذا الامر ليك. في حد اخر قوي زي الدكتوره ماجدة الهلباوي. اي تختلف تتفق معها؟ طبعا لا هي اقوى منك في هذا الامر، وهي اللي بدات معاك هذا الامر. ولولا القضيه اللي حلت بها اتحاد الكوره يوم 27/3/2016 لولا هذا التسارع. لكن انت لو لوحدك كنت عملت حاجه. تمام. دي حاجة مهمة وهي ثابتة عند مبدأها، واللي ثابت عند مبدأه ما حدش يقدر يقول له ان انت في حاجة بتلف وبتدور عليها، او ما حدش يقدر يلصق بيه حاجة اخرى زي على سبيل المثال اي اجتهادات حد بيقول ان هو هيتنازل او متنازل. هي قفلت الباب من الاول. يعني حضرتك شايف ان الدكتورة ماجدة الهلباوي فتحت الطريق لباقي. طبعا طبعا. زي ولولا مثلا الاحكام الاستاذ عمر هريدي زي الدكتور ولولا حيثيات الحكم رضوان اللي هي واخداه يوم 27/3 لم يكن هذا الحكم يوم 12/3/2016/2017 بهذه السرعه. يعني يرجع الفضل في هذا الامر الى الدكتوره ماجده وليس الى الكابتن عمر جلال هريدي بس. يبقى لازم كمان نشوف دورك كمان يا دكتور، لانك انت في الاساس اللي فجرت القضيه بتاعت سحر وحازم العواري وموضوع وموضوع هم كناحية قانونية. هو مفيش شك ان الكل بيشترك في هدف بالزبط. واحد الهدف الواحد بالنسبة لي تصحيح المسار للرياضة، تصحيح المسار بس كده وخدمة الرياضة بصفة عامة. بالظبط يا فندم. طيب ادي بالنسبة لهذه الجزئية احنا طبعا فجرنا هذا الامر. والشيء الرائع جدا جدا ان احنا لما فجرنا القضية يوم 12/3 في اخبار اليوم صفحة اولى وصفحة اخيرة عملت رد فعل قوي، لان الاخبار اليوم بقوتها الشديدة على مكتب وزير على مكتب رئيس على مكتب مسؤول على مكتب قاضي، فكل ده بيبقى عارف ان دي فيه اضافات محدش قدر يكذب سطر من اللي احنا قلناه. وفي نفس التوقيت لما احنا عملنا هذا الموضوع كان له الفضل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ فتحي السند، ان قال لا اللي هيقرا النهارده اخبار اليوم بكره ممكن ما يكونش هو نفس القارئ اللي هيقراه بعد يوم بعد اسبوع لما تنزل مره تاني. فاذا ايه رايك لو احنا جبنا الطرف الاخر يقول ايه؟ بالفعل رحنا اتكلمنا معاهم ونشرنا ما قاله الاستاذ حازم الهوار، ولهم مني هم الاثنين كل احترام فاشاده بالصحافه الموضوعيه اللي بيقودها ناس موضوعيين ومحترمين واصحاب تاريخ زي الكابتن زي الاستاذ جمال زهير وزي الاستاذ فتحي السن. رائع وانا متفق معك. طيب. وانا متفق من ضمن المتحفزين لهذا الامر. انا متفق مع حضرتك. فاذا اللي هيقرا لي دلوقتي ممكن ما يقراليش بكره، فهظلم ليه مصدر؟ انا ايه مصلحتي ان واحد يتظلم ولا واحد انا يعني انت بتعطي حق الرد لكل الاطراف وده وفي نفس العدد ده وفي نفس وده مبدا مهني طبعا رائع. وفي واحد غيره كابتن اسامه في عداله في عداله في واحد غيره كابتن اسامه كان قال لك طب انت تقول ايه بقى هذا الموضوع الخطير انزله وبعد كده ننزل لا انا وكان ممكن يقول هذا الموضوع الخطير مش هنزل لان هيتعارض مع مصلحتي الشخصيه، لان في هناك بعض الاعلاميين بيشتغلوا في اتحاد الكوره او بيشتغلوا مع الشركه الراعيه فهموا من الاخبار اللي هي
يعني عليها مشاكل بالنسبة لهم تمام. لا تعرض مزبوط. ده فيه وده فيه مظبوط، لكن انت مشكورا قدرت ب وحقهم يا كابتن لا بقدرت بقدرتك على الاقناع انك انت تجيب الرأي. ولولا اخبار اليوم لا لم يكن هناك كل هذا الصد رد الفعل القوي في هذا الامر، ويعني ولولا اثاره هذا الموضوع الاعلامي الهادف المحترم الوطني كان الموضوع طال اكثر من كده. وساهم ساهم هذا الامر في حل اتحاد الكره يوم 12/3 لان هذا الامر كان خطير جدا. طب انت شايف اتحاد الكوره يوم 11 يونيو الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع راجح، وراجح حقيقه برضو يعني قال برضو كلام في غايه الاهميه ومساله تضييع الوقت يعني. هقول لك انت خبرتك في المجال ده يا دكتور. بص يا فندم، انت عندك دلوقتي في جلستين مهمين جدا، واحده في محكمه القضاء الاداري الدائره الثانيه برئاسه سياده المستشار الجليل سامي عبد الحميد، دي اللي هتكون يوم 11 يونيو اللي هي تأجلت من امبارح. دي اللي فيها 8 استشكالات. 6 استشكالات؟ لا 8. 8 في 8. ليه؟ لسبب بسيط. ما فيها 8 دول مين؟ في 2 في 2 الدكتور هرماس واثنين للدكتور واثنين الاستاذ عمر جلال هريدي، وفي عندنا 2 مقدمهم اللجنه والاداره القانونيه في اتحاد الكره، واثنين قبل قدمتهم قبل قضيتها بتاعت اسكندريه الدكتوره سحر الهواني. يبقى كده في 4 في 8 ماشي ماشي كل ده 8. طيب كده كده هتطول تقصر العمليه، سيقول القضاء كلمته والاستشكال لا يوقف التنفيذ من الاخر. بالظبط من الاخر. تاني شيء، في حاجه خطيره جدا الناس مش ملاحظاها، في عندك بالظبط من 3 اسابيع كانت الجلسه او من 4 اسابيع تقريبا كانت الجلسه الاولى في طعنين مقدمهم اتحاد الكره ضد لايقاف تنفيذ الحكم الصادر او الحكمين، لان هم حكمين يوم 12/3 صدر حكمين الاثنين منطقهم متقارب مع بعض، اللي هو بطلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة في الفترة الزمنية اللي هي او في الفترة الزمنية اللي هي الاربع سنوات اللي هي من 2016 ل 2020، ومما يعني اعادة مما يعني حل اتحاد الكرة واعادة الانتخابات على ايه؟ على جميع المناصب بما فيها منصب الرئيس. ايوه وليس فقط على المقاعدين لا لا طبعا، واللي بيحصل ده اللي بيحصل ده مخالف. واتحاد زي ما قال راجح ده شغل غير شرعي وبيعرض نفسه للمسلة القانونية لو ابرم اي حاجه خاصه باي تعاقدات ماليه مهما تكن شكلها. طيب الجلسه اللي من 4 اسابيع جلسه خطيره جدا لسبب بسيط، الحكمين اللي هم تموا حضرتك دول اللي هم يوم 12/3/2017 وهو عايز يطعن عليهم، المحكمه محكمه القضاء المحكمه الاداريه العليا في شقين في القضيه، الشق الاول اللي هو الشق المستعجل وتم رفضه تماما ومش عارف الناس ليه مش واخده بالها من هذه الجزئيه. الشق المستعجل تم رفضه بمعنى ايه؟ يعني الحكم واجب النفاذ والصيغة التنفيذية وصلت للشق المستعجل، والصيغة التنفيذية وصلت لوزير الشباب والرياضة. ما هو دي ممكن هيستشكل على الشق الموضوعي. الشق الموضوعي لسه ما اتبحث، هيتبحث ما هو وده معاك شغل الاستشكال. بص يا فندم هيتبحث، ده مش استشكال، ده رفض طعن. ده النظر فيه لما بيتحل للإدارة العليا، فبعد كده بيبقى مفوضين. فهذا الأمر خطير. فانت هيئه المفاوضين تقاريرها تعمل تقريرها تمام، تعمل تقرير بس تقارير بتبقى استشاريه زي وليست حلو تقارير حلو يعني ملزمه. طيب الشق الموضوع اللي هيتم دراسته يوم 14 ده يقعد شهر 2 سنه 3 مش مشكله، ده انت لغايه دلوقتي الشق الموضوعي الخاص بالقضيه بتاعت حل مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ جمال علام بيتم متداول في المحاكم حتى الآن في الشق الموضوع. الشق الموضوع لكن الشق الأول ده بيتعمل على طول، عشان كده لازم هنوضح مع الوقت الفرق بين هم. يا فندم انت عندك الثمن استشكالات عشان دي عشان وقتنا يا دكتور بعد إذن حضرتك فدقيقة مع حضرتك اتفضل. اللي أنا عايز أقوله أتمنى أن يفوق أو أن يفيق
الناس المسؤوله عن الكره المصريه اللي احنا مش طمعين في حاجه يا جماعه. انتوا كده وجهه نظري، والناس كلها في حاله تذمر وحاله ضيق منكم. مع احترامنا لكم شخصيا، كل واحد فوق دماغي، بس انا بتكلم على ادائكم. الاداء ده انزل اعمل يا كابتن اسامه لو سمحت، نزل كاميرا حضرتك في كل المحافظات، كاميرات، قول له رايك في اتحاد الكوره، كله هيبقى غاضب ضد اتحاد الكوره. بس كده، لم يطور الكره المصريه، لم يطور اي شيء، ليس لديه اي شيء اخر غير يعني ما عندوش شيء اخر يعمله مصالح تطوير يعني. والاضواء الاعلاميه وبس. ف يا كابتن اسامه هرجع اقول حاجه تاني. كابتن هاني ابو وليد عندما دخل هذه الانتخابات، سيادتك لم يدخل باجنده عمل زي دي كده لتطوير الكره المصريه، برنامج عمل ما هي نفس الاجنده. فسيادتك عارف متى قدم هذه اجنده فاخره على ورق مسقول فاخر مطبوع؟ قدمها قبل الانتخابات بكام يوم. يعني معنى ذلك انت داخل ما عندكش رؤيه. بس ليه؟ لان انا لو عندي رؤيه، انا لما بعمل خطه او لما بعمل اي شيء بحطها ووريها للناس عشان تقتنع، اللي يقتنع ينتخبنا اهلا وسهلا، اطور الكره المصريه اهلا وسهلا، ما اقتنعش بيها خلاص انا غني عن هذا الامر. مظبوط، بس انا اتفق معاك تماما يا دكتور. فالخطه كانت محطوطه على ورق الجميل ده، الورق المسكول الملون. كان قبل الانتخابات بصفحه ولا صفحتين؟ لا هو كان انا يعني في صفحتين ثلاثة كان او صفحه واحده. ما هو في حاجات عملها في صفحه وعملها في ثلاث اربع صفحات. فكل سيادتك اللي اتعمل تسع بنود، اللي هي ايه؟ كم نكته موجوده في تسع نقاط؟ لا نكته مش نقطه، ما اقدرش اقول عشان محدش يزعل مني. نكته كبيره ده منهم نكته، عارف ايه؟ عمل مش عارف النهوض بالرياضه المصريه والكره المصريه عن طريق المدارس والجامعات. مدارس مين يا عم وجامعات مين؟ انت ليك سلطه على المدارس والجامعات؟ ايوه. او المدارس بس مش عارف. لازم عشان كده لازم اتصل بوزير التعليم للاسف الشديد. دكتور مدحت كالعاده انا بسعد بيك، حواري معاك حوار جميل. وكالعادة أنا بحب أتكلم مع الدكتور مدحت رشدي لأن بحس أن هناك نوع من الرقي في الحوار، لأن الراجل شخصية مثقفة، وفي الإعلام بصفة، في الإعلام الاقتصادي بصفة عامة والرياضي بصفة خاصة. شكرا يا دكتور. الله يخليك كابتن، وألف مبروك. الله يخليك شهادة الدكتوراه، دي حاجة إحنا كلنا فخورين بيها. الله يخليك كابتن أسامة، تعيش. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، بفقرة الدكتور مدحت رشدي والقنابل القوية اللي احنا حقيقة استمعنا إليها للصالح العام، على الجميع أن يعلم أن هذا البرنامج، خاصة اليوم اللي أقوم بتقديم هذا البرنامج من خلاله، لا يهدف سوى للمصلحة العامة وخدمة الرياضة، لخدمة المجتمع المصري اللي كلنا بنعيش تحت مظلته. أعزائي المشاهدين، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أسامة خليل يحييكم.